إذا مشاهدينا للحديث أكثر عن ملف تعزيز البنتاغون لتواجده في منطقة الشرق الأوسط وأيضا التعاون الأمني بين واشنطن والعراق، ينضم معنا الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي. مساء الخير ومرحبا بك معنا. 3000 جندي أمريكي يعززون تواجدهم في منطقة الشرق الأوسط، لو نتحدث بداية عن أسباب هذا التواجد ولماذا في هذا التوقيت؟ يعني بالحقيقة هناك كثير من الإشاعات حول هذا الموضوع، لكن شعبويا احنا إذا ناخذها من وجهة نظر مهنية شعبوية، فهم لديهم مصالحهم الكبيرة في هذه المنطقة، لديهم مصالحهم في شرق سوريا، في غرب العراق، في مناطق داخل العراق، في شمال العراق، في الإقليم موجودين وبقوة، بالإضافة إلى تواجدهم في الخليج العربي. فهم يرون بانه ربما قد يكون موضوع مضيق يعني، والحمايه اللي موجوده فيه ايضا هم بعثوا طائرات قتاليه يعني F-35 وصلت المنطقه، ربما هنالك لديهم معلومات استخباريه عن ميات محدده في مضيق هرمز، او هنالك مخطط حقيقه يعني انا غير متاكد منه، لكن كثيرا وربما هو شعبويا مقنع، يعني على اعتبار بانه قطع الطريق التعزيزات من ايران باتجاه يعني جنوب لبنان او سوريا، من خلال مد قوات سوريا الديمقراطيه الحليفه لهم، امتدادها باتجاه الحدود العراقيه، يعني تكون مقابل الحدود العراقيه من اجل قطع الطريق، طبعا في حدود سوريا وليس في حدود العراق، من اجل قطع الطريق، او هم يتصورون او يعتقدون ذلك. لكن الحدود كبيره جدا، يعني 605 كيلو متر، يعني عمليه ستكون صعبه، لكن ربما اذا كانت في طائرات تقنيه ومراقبه مستمره ربما تكون الموضوع اسهل من هذا بكثير. لكن في كل الاحوال هناك الكثير من الافكار التي تقول بان هنالك ربما نشاط مستقبلي للقوات الامريكيه، لكن يعني أنا قلت مهنيا من الصعب ذلك، لأنه هم عندما احتاجوا أن يحتلوا العراق احتاجوا إلى 180,000 جندي، واستمر تحشيدهم أكثر من سنة وسنتين، استمر تحشيد هذا الموضوع، فليس من طيب السهولة يعني نعم لا سيد يريدون سرمد، أن يعني يحتلوا أنت ذكرت محطة أنه يحتلوا. ربما يعني الكثير من النقاط ذكرت أنه هي لحماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية نظرا للتواجد الروسي والإيراني، أيضا مسؤول أمريكي أكيد قال أنهم ليمنع إيران من الاستيلاء على السفن بأيا كانت الأسباب، يعني هذا القرار هل سيكون مواجهة أو سيقرب المواجهة بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية؟ يعني هاي القصة بالذات، هاي قصة مواجهة يعني اثنين أنا أتكلم بها، يعني فهي ما تحصل صعبة. إيران لديها حنكة سياسية كبيرة جدا، وأمريكا شوف لو كانت أمريكا تعلم كل ما تنتجه إيران لكان ممكن أن تحصل مثل هذه الحرب، لكن إيران بتأمن سوريا، وهم يحاولون أن يصلوا بمصادر استخباراتهم إلى أين وصلت إيران في عملية إنتاج. شوف هذا الموضوع مهم، يعني نعيد إلى فترة التسعين وألفين وثلاثة، ربما نحن لو لم نكشف عن قدراتنا ما كان استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية يعني تحكم العراق، فكشف القدرات هذا موضوع خطر جدا ربما، لكن أنا أرى بأنه إيران من نوع يعني يعتمدون درجة استثمار عالية في هذا الموضوع. وماذا عن حلفاء إيران سيد سرمد؟ هل تعتقد أنت تعلم أنه إيران تتواجد أما سياسيا أو عسكريا في منطقة الشرق الأوسط؟ كيف يعني هل سيتقبلون فكرة التعزيز الأمريكي ب3000 عنصر في منطقة الشرق الأوسط وهذا الانتشار؟ لا شوف هم من ضمن المحادثات اللي دفيت بيناتهم موضوع يعني اهم 3 مواضيع، هو الانتاج النووي والصواريخ البالستيه واذرع ايران في المنطقه. هم يرون بانه ايران لديها اذرع في العراق، يمن، جنوب لبنان، سوريا، فيرون بانه هذه يجب ان توقف ايران دعمها لهذه الاذرع، هم يسموها ذلك وليس انا، يسموها اذرع ايران في المنطقه. ف
فلكن انا ارى انه 3000 جندي غير كافي نهائيا. الان اغلبيه الفصائل اللي قاتلت الامريكان اصبحت في ممتلكين ترشيح يعني عالي ولديهم خبره في هذا الموضوع، لا ليس موضوع 3000 جندي. ربما هذا قد يكون بدايه متجهه لتحشيد اكبر اذا كانت عندهم نيات حقيقيه، لكن ارى انه وضعهم الداخلي في الولايات المتحده طيب. لا يساعد على شن حروب جديده، يكفي ما حصل لهم في العراق وافغانستان. نعم سيد سلمى، في سؤال اخير، بدعوه رسميه من البنتاغون وفد عراقي رفيع عسكري برئاسه وزير الدفاع يزور البنتاغون، كيف ستكون معطيات هذه الزياره؟ ما اسبابها؟ اختصر فيها سريعا، وفد سيد ساسي عباسي رئيس ارتان الجيش نائب العمليات المشتركه رئيس مكافحه الارهاب ومستشار رئيس وزراء الشؤون الامنيه سيد خالد يعقوبي، احنا بيناتنا اتفاقيه اطار استراتيجي، احنا غادر القوات الامريكيه اللي بقوا مستشارين ومدربين و 70 العمل يعني 70 العمل والتعاون الاستخباري، وانا اؤكد يعني كل زياره نتركها على جنب نحتاج تعاون استخباري وخاصه من جهه يعني من الجو، احنا نحتاج طائرات استطلاع. وهذه الموضوع سوف لن يتكلموا اعتقد عن مواضيع تسليحيه، لكن اكو طريقه تعاون يسموها اف ام اس هذه بين العراق والولايات المتحده، والبنتاغون يقدم مساعدات في بعض الدول الموجوده بها مدربين قد تصل الى 200 مليون دولار. وضحت الصوره سيد سرمد، واعتذر منك نظرا لضيق وقت النشر. انضم معنا سرمد البياتي الخبير الامني، شكرا لك.